اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده خلاها سمك، ولكن السمك مع المغازي النهارده بنلف حول العالم. معروف عندنا البولتي خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها والبوري، بس خلونا نعمل طعم مختلف برضو من البولتي. معانا ومعانا جمبري ومعانا سمك فيليه. النهارده هروح على بورسعيد. خلينا نبدا طبعا بابطال بورسعيد وبلد الرجاله ومصنع الرجاله الابطال. هنجيب من عندهم كفته الرز او كفته الجمبري بالرز على طريقتي، ولكن طبعا هم اشهر مني واحسن مني في عمايلها. البورسعيديه هعملها النهارده ونشوف ازاي للمبتدئين في المطبخ حابين ياكلوا جمبري كفته مع الرز تتحمر ازاي وتتقيل ازاي وتبقى مقرمشه وما تسيبش من بعضها في قلب الزيت. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا بولتي، اخواننا في الشام في لبنان والسوريين مش بيحبوا السمك قوي، مش مبدعين فيه، مبدعين في حاجات كتير قوي للامانه يعني، واحنا شادلهم بكده، بس في الاسماك شويه مش زينا، احنا المصريين شطار قوي. فالبولتي عايزينه وبيحبوه، فهنعمله بالبرغل، حاجه كده سكه الكوبيبه، سكه البرغل بتفين، البرغل بيخش في اكلات كتير عندهم. والبرغل طبعا اساس المطبخ الشامي، فهعمل النهارده صينيه البولتي بالبرغل، هنشوف التركايه والخبره الطهويه نقدمه ازاي. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض، هنروح على ايطاليا ناخد القهوه التمام وناخد الميه الساقعه ونعمل احلى كاننولي بالسمك الفيليه. يبقى احنا كده رحنا على البورسعيديه ورحنا على الشام ولبنان اتمشينا، وجينا على ايطاليا ختمناها بفنجان قهوه مع سمك فيليه هنعمله كاننولي لطيف وجميل بالوايت سوس او بالريد سوس حسب الرغبه. معانا بقى المفاجاه النهارده سموزي. السموزي النهارده اسمه سموزي الخيار بالنعناع. الخيار بتشرب عصير يا شيف؟ نجرب ونشوف. يعني نجيب خيار بلدي نحطه في الخلاط مع تلج نعناع سكر درن واشربي عصير هتدعيلي، يساعد على الهضم، يعالج مشاكل القولون، مفيد جدا مع اكله سمك النهارده من كل دول العالم. انا مش عايز اطول على حضراتكم، كلمنا كتير وعايزين عمل يا شيف وعايزين فعل نشوفه على الهواء مباشره. هنطلع فاصل وبعد الفاصل بنلف العالم باكله سمك حلوه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بولتي من خير مزارعنا. بصراحة أنا لفيت العالم كله، أحلى من البولتي المصري مفيش زيه بجد، بيتصدر لكل دول العالم بيستنوه. يعني لما يجي كده يقول لك أنا احجز لي 5 كيلو، طبعا رحت السعودية وسافرت العالم كله، ولكن احنا لازم ان احنا نجدد من فكرة عمايله، سواء بنعمله مشوي ردة، بنعمله سنجاري، بنعمله زيت وليمون. فأنا النهاردة أعمله بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. سمك البولتي بالبرغل من المطبخ الشامي، من المطبخ الطلياني، من أي مطبخ، ولكن بخفة دم مصرية. معانا بولتي حباية بتعمل 0.5 كيلو، يعني الأربعة دول عاملين 2 كيلو. معانا برغل مغسول وبعد ما اتغسل صفناه ومنقوع عندي كده بالشكل ده كده. معانا بصل وتوم، شوية روزماري، شوية زعتر، صوص طماطم اختياري، مكعبين من الزبدة، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. الزيت اخباره هنا ايه؟ بيسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي طاسة على النار او حلة كده فيها بوكيه جرنيه، يعني فيها مية بتغلي. المية دي طبعا ابهرها شوية بكرفس ببصلاية حلوة واطعمها علشان عايز شوية شوربة محترمين. الشوربة دي هيشربها السمك البولتي بعد ما يتعرف على البرغل. اهو طماطمية حلوة كده، ومعانا عود كرفس محترم نحطه كده نقطعه نصين زي الفل. شوية شوربة حلوين كده، مكعب زبدة في قلب الشوربة، حلو قوي. واسيبها تغلى على النار، وعود روزماري بالمرة معانا. ده مطلوب منك في المطبخ. عملت رز صيادية تاخدي منها، عملت صينية بطاطس بالسمك تاخدي منها، عملت شوربة سي فود تاخدي منها، ده تحضريها كده. حلو، نمسك البولتي بتاعنا ده كده ونزيد الحب محبة. نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخد الراس دي بتاعت البولتياية، انا مش عايزها، شيلها بالراحة اهي، ونحطها في قلب الشوربة دي كده اهو. تاني البولت كده ناخده اهو، شيل الراس دي من هنا، ونحطها في قلب الشوربة. ليه يا عم الشيف بتعمله ده كده؟ أنا مش عايز الراس، حلو، عايز اخد الشوربة بتاعتها.
حبايه بولتي وزنها تقريبا بيعمل نص كيلو، بناخد الراس بالشكل ده كده ونسيبها تغلي في قلب الشوربه، وهنلينا موقف مع بقيه السمكه اللي هو ظهرها وديلها. اللهم صل على النبي. تمام، انا اهم حاجه عد شويه الشوربه دول، ونشيل ده من هنا كده، وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي مع السمك ده كده. بنجيب بوله كبيره وناخد السمك ده يا عم الشيف، نقطعه كده نصين، وانا حابب الديل السمكه يكون موجود معانا. على فكره ديل السمكه بيدي شخصيه للسمكه، وعلى الاقل ممكن من ديل السمكه نحدد شخصيتها اذا كانت بوري ولا بولتي ولا قاروص ولا دنيس. حلو السمك بالشكل ده كده. البلطيه الكبيره ما بيبقاش فيها حسك كتير اللي هو الشوك يعني. خلينا نتكلم بقى اخواننا اللبنانيين والشوام يسموا الشوك حسك اهو. ده البولت بتاعنا، ونشيل البلانشه دي من هنا مش عايزينها. حلو الكلام، والسكينه كمان مش عايزينها. هنتبل السمك ده. اول حاجه هنا معايا من النشا معلقه صغيره. اللهم صل على النبي. تمام. البهارات بتاعتنا فص ثوم حلو كده مفروم ناعم، سنه شبت صغيره، الحرام اللي بيسرق الطعم ده كده، وناخدها ونيجي عند العطار. شوية زعتر، شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية بابريكا، شوية كمون، عصرة ليمون. حلو قوي، حلو، سلوجان حلو، شوية كمون، عصرة ليمون. حلو قوي، ونقلب دول كلهم مع بعض. عندي زيت شديد الحرارة. واحنا بنقلب كده نعمل ايه يا عم الشيف؟ واحدة واحدة بالراحة. ناخد الخلطة كده ونيجي في بطن السمكية نمس عليها. ناخد الخلطة دي كده ونيجي في بطن السمكية نمس عليها. ناخد الخلطة دي كده ونيجي في بطن السمكية نمس عليها. ويتحمروا في قلب الزيت تحميرة. معايا طاسة على النار بتغلي. سوري بتسخن. حلو الكلام. حطها على النار كده عشان عايز. زي الفل. وناخد السمك ده كده في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. حلو قوي. لغايه كده فاهمين بتعمل ايه. اللهم صل على النبي. خلي ده على جنب ونكمل مع بعض. نخش بقى على قصه البرغل. مدرسه البرغل بتقول ايه؟ بتقول انا القمح الصلب اتجرشت طلع مني برغل ناعم وبرغل خشن، غير الفريك يطلع من القمح الاخضر. كل ما تيجي السيره واشتغل بيه لازم اوضح المعلومه دي. خدنا البرغل الناعم بتاعنا ده اللي بنستخدمه في طبق التبوله، كلنا عارفينه. البرغل بطبيعته بيتاكل ني، والدليل على كده التبوله لما بنحط عليها معلقتين برغل بتبقى تبوله مصريه لبنانيه اصيله، عشان تاخد حقها من الاخر يعني. هنحط في الطاسه دي يا عم الشيف شويه زيت زيتون. هنا المدرسه. زيت زيتون كتير مفيش مشكله. حلو قوي. ومعانا بصلايه ناعمه، نقلبهم كده زي الفل. ممكن عندنا كمان هنا بصل زي ده كده كويزات اهو، ده نعناع اخضر نحطه هنا. والبصل الكويزات ده يا عم الشيف هناخده كده بسكينه صغيره، حابب ان انا اقطعه بالشكل ده كده عشان تبان شخصيته مع البرغل اهو. ونقلب التقليبه دي كده. استنى على البصل ده ما ياخد لون يتحمر، وهو بيتحمر بحط شويه البهارات الحلوين. هما الرجاله دايما يسالوا مكرونه بشاميل وفراخ بانيه ليه بقى؟ بيحبوا يخشوا المطبخ يعملوا مكرونه بشاميل، والراجل لما يخش المطبخ سمع هوس صراحه يعني. يا نعم. معانا اتصال. موجودة موجودة. المكرونة البشاميل اللي عملتها تقريبا يعني عدد أيام السنة 366 مرة. البصلاية مع التومة بالشكل ده كده مع البهارات الحلوة. أنا عايزه يبان شخصيته حلوة أوي. البصل ليه قطعناك بالشكل ده كده؟ في بصل ناعم هيختلط مع البرغل، وبصل سليم شخصيته مع السمك أكيد هتبقى حلوة. شفت الجو ده كده؟
نيجي بقى لإيه سر الأكلة دي فين؟ كل اللي انت بتعمله ده يا شيف مغازي وارد ان احنا نعمله، السر بقى في الحلة اللي بتغلى على النار دي اللي هنبص عليها دلوقتي. ويقول لك من جور السعيد بيسعد. شايفين روس السمك مع كرفس مع بصل مع توم مع عود شبت مع بهارات، كل ده في قلب الحلة. نقلب البرغل كده ياخد من لون البهارات من طعم البهارات. بتعمل ايه؟ هو ده الكلام الحلو. انا عندي شوربه بتغلي، كل ما تغلي قدام عينيا احس بالامان، احس بالطمانينه. راس السمكه بدات تتقطع وتتفصص وتتهري مع الكرفس مع طماطم. هو ده الكنز. كنز يقول لك قال نحفر تحت ونحفر امطار وامطار وفي الاخر يطلع لنا وما يطلعناش. الكنز هنا في الحله، فيها كرفس، فيها روس السمك، ديل السمك، عظم السمك، قشر جمبري، ومعانا بصل ومعانا توم، فص مستك. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عينيا بس ادوني دقيقة واحدة. هنعمل ايه؟ هناخد السمك اللي احنا عملناه من شوية، اهو شايفين السمك ده كده؟ الله. والرص السمك هنا يا عم الشيف كده رصة حلوة، رصة تفتح النفس، اهو في قلب البرغل. الأكلة دي جنسيتها يا عم الشيف؟ دي نرجع بيها للمطبخ الشامي لأن فيها برغل، بما ان اخواننا في الشام بيحبوا البرغل، متعددين الوظائف بتاعته والمهام بتاعته، ومعانا السمك البلطي، فاصبحت الاكله هنا واخده الطعم المصري الشامي. وهنحط عليها البرغل ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تسلم ايدك. ده انا هاكل البرغل واسيب السمك للضيوف. وناخد بقيه البرغل يا عم الشيف ده كده. الف هنا وشيفه للي ياكل من الصينيه دي. ليه خد طعم السمك؟ انتوا ناسيين ولا فكركم؟ حلة تشهد بكده؟ واخد من الحلة دي يا عم الشيف. ألف هنا وشفا. هاخدها واسأل الإخراج الجميل اللي معايا، دي تتحط فين بقى؟ في أرضية الفرن ولا في نص الفرن يا جميل؟ ياني. أنا مش عايز أسيب الحلة وأمشي. درجة حرارة الفرن عندي 180، وزي ما قال مخرجنا الشاطر بتتحط في أرضية الفرن عشان تغلي ويتعرفوا على بعض، برغل مع سمك بلطي من خير مزارعنا. نبص على البلطي الجميل الحلو اللي يتكلم مصري من قلب الفرن. شفت أنا بعمل إيه دلوقتي؟ العب يا بلطي خير مزارعنا. يلا اللهم صل على النبي. صينية سمك بلطي بتتكلم مصري، هنطلعها مع بعض سريعا كده. ولكن التركية هنا البرغل واخد لون، واخد دلع. ايه الصورة دي؟ ايه ده؟ من الفرن. احنا بيهمنا الكاميرا تخش جوه الفرن تلقط الصورة اللي احنا عايزينها. قولوا معايا الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. لا، وفي حاجة هنا الشيف عاملها، سايب ديل السمكة. ديل السمكة يا اخوانا هو شخصية السمكة. نقل السمك، نشوي السمك، نحمر السمك، نسيب ديلها. ده انا عاشق للفوسفور اللي موجود في ديلها. طب نحمر حتة كفتة كده ونطلع فاصل. عينيا. حاضر يا فندم. حتة كفتة في رغيف يا باشا. هنحط المية دي كده هنا. صوت المية عطشان يا سمراني، اسقيني جمبري. ونحط ايدينا في المية.